تحت عنوان تعليم المرأة يصنع السلام، أقامت جمعية نور للإغاثة والتنمية مسابقة كاريكاتور في صالة ألف نون للفنون والروحانيات. وتأتي هذه المسابقة ضمن إطار الفعاليات التي تقيمها الجمعية من فعاليات حملة السادس عشر أو 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. ولنعرف أكثر عن المسابقة والفعاليات الأخرى للجمعية بسنة نرحب بضيوفنا آلاء أنيس مديرة مركز المرأة لجمعية نور، بصحنايا الفنان بديع جحجاح صاحب ومؤسس جاليري الفنون. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح سعد صباحك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. استاذ بديع، كالعاده بتكون معنا مع نشاط وفعاليه جديده، وصاله الف نون هي قائمه على نشاطات بجميع اشكال الفن، والهدف الاساسي يمكن للصاله هي نقل الفن بكل اشكاله، وهي رساله اليوم إلى كثير قيمه كبيره ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها. خلينا نحكي عن المسابقه، كيف شفت المشاركين، كيف شفت المسابقه، كيف كانت يمكن المقارنه بين الشباب والصبايا؟ يعني انا حاحكي عن طبيعه انه كيف نحن استضفنا الحاله عنا بالمكان، ويمكن الانسه حتقدر تحكي لكم بتفاصيل اكثر عن طبيعه فكره الكاريكاتير والمسابقه، وانه 100 فنان من 32 دوله. لكن هيك حنحكي بلمحه سريعه، يعني عمليا انا شفت في مجموعه فائزين، 3 فائزين، وفي مجموعه ناس فائزين بجوائز ترضيه، واختلفت أمزجة اللوحات بهي طبيعة البلدان اللي هن الشباب أو الفنانين مقدمينها. يعني بين المتوسط والعادي والممتاز حقيقة، وأنا كان عندي وجهات نظر مختلفة حول إنه كان في حقيقة لوحات لسه أجمل بكثير ممكن تكون هي الفائزة بالجائزة الأولى لكن بغض النظر إنه الفائز أو الخسران أو التقييمات هي، كان في ناتج كثير جميل وحلو كلياته بصب إنه المرأة هي الطبيعة، وهي حالة مقدسة وعظيمة جدا. المفروض مثل ما بتعرفوا انه بعد الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظومة الأمم المتحدة طلعت أشكال وتيارات مختلفة، ما زالت اليوم تحكي على انه عدم الاضطهاد وعدم ممارسة العنف على هذا شو بدي اسميه لك اياه، يعني مخلوق لطيف. نحن بالنسبة لنا هي كل الأشياء المهمة والجميلة بحياتنا. فمثل ما شفتوا شعار المعرض هو تعليم المرأة هو مجتمع قوي، هو يمكن هذا هو السلوغن اللي كان معتمد، انه وقت بتعلمي المرأة انت اليوم ما بتخافي عليها، بتحصني المجتمع، بتحصني مجتمع كامل. لانه بالنتيجة انا برأيي ومن تجربتي الخاصة مع المرأة بالذات، كل ما كانت اكثر وعيا كل ما كان في عندي مجتمع متماسك واقوى، وولد وطفل متعلم وعنده احساس بقيم الأنسنة والوطن أعلى. نعم أستاذ بديع، يعني دائما أنت بالجاليري الفنون بتتبنى الفن الهدف اللي له رسالة، رح ننتقل لآلاء لنعرف عن المسابقة أكثر، مين شارك فيها، شو الجوائز اللي كانت مقدمة، وأيضا شو الهدف من هيك مسابقة؟ مسابقة الكاريكاتور كانت من أهم الفعاليات اللي عملتها جمعية نور خلال حملة 16 يوم لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. المسابقة امتدت من بداية شهر تشرين الثاني ل 16 الشهر نفسه. طبعا اللي شاركوا بالمسابقة هنا مثل ما ذكر الأستاذ بديع أكثر من 100 فنان من 32 دولة حول العالم. طبعا المسابقة واللوحات ركزت أفكارها على موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي. خلينا نقول كمان تخصصنا بموضوع العنف ضد المرأة كنوع من أنواع العنف. سلطوا الضوء على كثير قضايا خلال اللوحات اللي نحن شفناها. صار في كاريكاتير عن العنف ضد الرجل ولا ما لقيتوا هي الحالة؟ لا، أكثر شيء قلنا كانت الفكرة مخصصة ضمن إطار الهدف الأساسي اللي هو أحد أدوات العنف على هيك هي ما بتكمل اللوحة بلا موجودة. ما بتكمل، هو أكيد بيضل هو الشريك الأساسي، يعني بالنتيجة الكون مؤلف من ذكر وأنثى. بس كنا حبينا نسلط الضوء يعني خلال الحملة، بما أنه هي لمناهضة العنف كانت يعني موضوع بس الفكرة إذا بدنا نحكي فيها آلاء، الفكرة جميلة لما تقولي 32 فنان من جميع أنحاء العالم عم يناقشوا قضية مهمة. اليوم في يمكن اختلاف بالبيئة، اختلاف بالمجتمعات، اختلاف بالأفكار، كيف كل فنان طرح الفكرة أو طرح القضية، كيف ناقشها من خلال يمكن ريشته أو لوحته اللي هي عم تعبر عن البيئة اللي جاي منها نوعا ما، فينا نقول
تماما. هي بالنتيجة أي شخص رح يعبر عن البيئة اللي هو إجا منها، فكتير شفنا اختلاف باللوحات، اختلاف بطريقة التعبير عن هالموضوع. حتى كان في لمسات خاصة للفنانين، كل حدا لوحته إلى روح خاص فيه مستمدة من البيئة اللي هو فيها. طبعا بالنتيجة الروح وحدة اللي هي يعني الفكرة الأساسية اللي هي مكافحة العنف ضد المرأة، بتصور كانوا موحدين على هاي الفكرة. ما حدا حسينا انه لا، كان في درجة اعلى ودرجة ادنى بموضوع مكافحة هاي القضية بالذات او العمل على هاي القضية. كانت الروح واحدة يعني مع الاختلاف البلدان. طبعا لجنة التحكيم كانت مؤلفة من 3 سيدات. تنظيم المسابقة كان باشراف الفنان مرهف يوسف، بنوجه له تحية اكيد. وكان في عنا 3 جوائز، الأولى كانت لفنان من أوكرانيا، الثانية والثالثة كانت لفنانين من تركيا، وكان في جوائز تقدير تفاوتت بين فنان من سوريا ومن البرازيل ومن إيران. أكيد يعني نحن صرنا تشوقنا لنشوف الكاريكاتير والجوائز اللي تقدمت وأيضا أجواء هي الفعالية. بتقرير زميلتنا ريم سليمان، وبنرجع نكفي الحديث. المعرض هو نتاج مسابقة، المسابقة أعلن عنها ب 1/11/2017، استمرت 16 يوم، شارك فيها حوالي 100 فنان من 32 دولة بالعالم. هاي أهمية المسابقة والمشاركة. في 3 جوائز رح تكون، جائزة أولى، جائزة ثانية، جائزة ثالثة. هي جوائز مادية صراحة، وفي جوائز تقديرية طبعاً لخمس مشاركين اخرين. جمعية نور هي جمعية اسست سنة 2013، يعني بظل الازمة في لها كثير نشاطات مع فئات وشرائح مختلفة عمرية ومن حيث المكان الجغرافي، منهم الاطفال واليافعين، السيدات، المتطوعين. في طبعا مراكز ادارية زائد مراكز للانشطة. كنا عم نشوف مع بعض أجواء المسابقة واللوحات اللي مشاركة بالمسابقة. بس بدي أرجع إليك فنان بديع، كنا عم نحكي تحت الهواء عن مناهضة العنف ضد المرأة، وعم تسمع 3 سيدات عم يحكوا عم تنصت إنه أنا لك العنف كحال مكروه من أي طرف، صحيح، يعني على المرأة وعلى الرجل أو على أي، على الطفولة، على شو ما كان. نحن اليوم منواجه كل قضية من هذا النوع من خلال هذا الانفتاح الثقافي، وانفتاح على كل السبل المتحضرة بالبلدان اللي هي اليوم سبقت بلدان تانية وبلشت تحط قوانين. أنا بشوف أحيانا حتى هذه القوانين فيها عنف زايد، بتقمع الحريات بشكل أو بآخر، أو بتخلي هذا المد العفوي. مثل بلادنا المشرقية مثلا فيها مزاج مختلف عن بلاد تانية، مثلا بتشوفي بالمكسيك العنف مختلف عن امريكا، صحيح، مختلف عن برازيل مثلا، او مختلف عن تركيا، او مختلف وين ما كان. والغريب بالموضوع يعني نحن مثلا نتغنى بالغرب، لا، في بالغرب عنف، أكيد عنف كبير، عنف كبير، بس ما بيسلط الضوء عليه مثل ما هم بالمجتمعات الشرقيه بيتم تسليط الضوء عليها لنقل رساله معينه نوعا ما عن هي المجتمعات. في اتفاقيات انا كان لي يد فيها، كان بكين زائد 10 اتفاقيات سيداو، يعني كلها هيدي عمليا انشئت كقواعد وكبنى لحتى تقدر تصدرها لبلدان عالم ثالث وعالم متخلف، صحيح، وعالم رجعي، وعالم المرأة بالنسبه له درجه 10، او هي منظومه فقط لتقدر تستهلكها لا. نحن انا بكون بشكل او باخر المعرض اجى اليوم بوقت كثير مهم، ويمكن هو احتفاليه ب 16 يوم لمناهضه العنف، فهو حدث عالمي اليوم. فالتجربة اللي عم بتقوم فيها الجمعية أنا برأيي هي تجربة نوعية بتختلف عن باقي الجمعيات الأخرى. والجسر اللي احنا دائما بنمده بينه وبين الآخر، لأنه الآخر بيشبهنا، بنحكي نفس اللغة ونفس الثقافة ونفس الحالة الفكرية. فأنا بقول مجرد تسليط الضوء على هذه المنظومة، وطول عنف على المرأة معناته رجل شريك، فالاثنين هن شركة عمليا، صحيح، هي منا قليلة كمان وهو منا قليل. اليوم خلينا نحكي على مثل اليوم موجودين نحن بيوم الثقافة، وقت اللي حطيت لوجو يوم الثقافة حطيت يوم لوعي الحياة، يعني العيش في الحياة يختلف عن وعي تفاصيل الحياة ومكنونات الحياة، جزء منا
منظومة الذكورة والأنوثة هي إنه كيف اثنين هن بتيار واحد، كل مين له دور، كل مين له عنده شراكة مع بعضه، كانوا إخوات أو كانوا متزوجين أو إذا كانوا أصدقاء. هي شراكة تكاملية. شراكة تكاملية كثير مهمة، بدها امتلاء. يعني الشخص كفجو بده يكون ممتلئ هو كثير هيك لحتى يقدر يستوعب طاقة الإمرأة بشكل أو بآخر، والإمرأة كمان تكون حواء تقدر تحتوي هذه الطاقة المهمة الجميلة لحتى يقدروا يبنوا جسر بين بعض. فألف نون ونور هن عبارة عن جسر اليوم نحن حاضن لهذه التجربة، وهن أنتجوا منتج هذا نوعي اللي تميزت فيه صالة ألف نون باحتضانها لجميع أنواع الفنون وأشكالها. يعني خاصة أستاذ بديع أنه خلينا نحكي شوي أنه الكاريكاتور هو فن صعب، يعني هو فن ساخر ولكن في رسالة هادفة. فشو لفت نظرك كفنان اللي عم بحكي؟ اللوحات لفتت نظرك؟ الأفكار المطروحة اللي لفتت نظرك فيها؟ طبيعي، شوفي لوحة الكاريكاتير لوحة فكرية لا تنتمي إلى عالم بوهيمي أو عالم تجريدي أو عالم كيفي له علاقة بتيار، له علاقة بالجمال أو بالقبح أو بأي مادة أخرى. كاريكاتير هو فن ليس ساخر وإنما هو نقدي، خلينا نسميه الحالة النقدية اللي فيه فيها دلالات مختلفة كل فنان بيتعاطى معها بحسب التقنية المستخدمة له وحسب طريقته بالتفكير. واحد بيعجق العمل وكثير بيكتر عناصره، وواحد ببسطه جدا 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 لحتى تقدر انت ما يستهين بحالتك الذهنيه، عرفتي كيف؟ فانت مباشره بتقدر تلقطي هذه الفكره. وانا بتمنى بالعكس لازم يكون في عندنا تاسيس لمنظومات كاريكاتير بالبلد وتكون قويه وجدا، لانه كان في عندنا فنانين كثير مهمين اليوم تأثروا بالحرب وبالأشياء هاي، فقدناهم وراحوا وإلى آخره، وعندهم وجهات نظر مختلفة. نحن اليوم أمام الشيء اللي طرحوه نور هو شيء نوعي مهم جدا، ومثل ما قلتي ألف نون ما أنا متاحة للجميع لحتى تكون هي بيئة يفوتوا عليها، لا هي بيئة مفلترة كتير بتتقاطع مع الناس اللي عندهم مشاريع جدية ومهمة خاصة بهذا الوضع الراهن. ألا خلينا نحكي معك بعد هاي المسابقة، شو النشاطات اللي رح تقوموا فيها خلال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة؟ يعني يمكن في نشاطات عديدة بعد هاي، يعني في خطوات رح تقوموا فيها؟ أكيد. هلأ الحملة بلشت ب 25 تشرين الثاني، فنحن أوريدي مخلصين وقت منيح يعني منها. طبعا في بالمراكز الثقافية، مركز كفرسوسة مبارح كان في ندوة حول الحقوق المنقوصة في القانون السوري، كانت للمحامي رامي جلبوط، حكت وتناولت مواضيع كتير مهمة، من أهم أنه الحقوق الخاصة بالتثبيت والوثائق الرسمية بالأحوال المدنية، شيء عن التحرش الجنسي والاغتصاب، الاغتصاب الزوجي. تناولت قضايا كتير حساسة وكتير مهمة بهذا الوقت. في محاضرة اليوم كمان رح تكون بتخص العنف ضد المرأة ولكن من الناحية النفسية، رح تقوم فيها الأخصائية ديما ومديرة الحالة غصون، كمان رح تكون مركز ثقافي كفرسوسة. بعد يومين كمان رح يكون في عنا بالميدان، مركز ثقافي الميدان، محاضرة طبية حول موضوع الأمراض المنقولة عن طريق الجنس. بالنسبة للنشاطات الجمعية بمراكزها المختلفة، بصحنايا كان في عنا فعالية أساسية هي متنقلة، طبعا هي كانت مع الفريق الجوال بعدة مناطق، هي معرض رماد وألوان، كان كمان بيتناول مواضيع العنف ضد المرأة ولكن كمان طريقة الكاريكاتير. كمان كان في عندنا فعالية اسمها تلفزيون نور، اللي هي كانت بتعرض بعض المقاطع التلفزيونية من مسلسلات كوميدية سورية بتعالج قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، لنلفت النظر انه الدراما السورية او الكوميديا السورية كانت عم تسلط الضوء على هيك قضايا، ولكن تماما، ولكن احيانا ممكن تمرق الحلقه او تمرق الفكره بدون ما نستوعب نحن بالضبط شو عم تقصد. في عمل درامي كامل اقيم للمراه حول قانون الاحوال الشخصيه، البنود اللي هي فيها ثغرات كثير مهمه للمراه، بعتقد كان للاستاذ حاتم علي والفنانه سلافة واخرجي، فبتناول بشكل كامل. يعني الدراما السوريه هي من اوائل الدرامات العربيه اللي تناولت هي القضايا. تماما تماما، وهي السباقه بطرح القضايا الاجتماعيه. نعم. في إضافة لهدول الفعاليات كان عم بيكون في عنا جلسات توعية وندوات بقلب المراكز، مركز الزاهرة ومركز صحنايا، من هون المراكز الحاليا شغالين. رح يكون في عنا افتتاح كمان لمركز الحسينية والسويداء بعشر الشهر الجاري.
الندوات كمان عم تحاول تتناول عدة مواضيع نفسية واجتماعية وقانونية. يمكن عم نحكي عن الندوات وعن التوعية وعن انتشار التوعية بين شرائح المجتمع كافة. خلينا نحكي عن الشراكة أستاذ بديع الفنية المجتمعية. قد أنت حري الفنون أنه فعلا تحتضن هيك فعاليات إلى هدف ورسالة؟ الحقيقة نحن مو بس بالفن، إذا شفتوا هذا الإعلان شراكة تبني وطن يمكن لفت نظركم. نحن اليوم بحاجة للشراكة على كل المحاور، وخصوصا الشراكة النوعية. أنا هذا اللي بقوله، نحن ألف نون هي حرفين بس إنه جسر بين بعضهم، مع بعضهم هن الفنون. لذلك قبل معرض الكاريكاتير كان عندنا توقيع كتاب للسيدة أستاذة روعة. اليوم مثلا عندنا اليوم الثاني بيخلص معرض الكاريكاتير، بتمنى الجميع يجي يشوف هذا النشاط اللي كتير مهم. يوم السبت في عندنا معرض لفنانين من حلب كمان كثير مهم جدا. نحن شراكة وطن اليوم حتى نقدر فعلا نفعلها يجب ان تكون ليست فقط على صعيد لوحة او منحوتة، لازم يكون في شراكة بين الكلمة والنحت والفن والمجتمع المدني. هذه الشراكات مثل ما قلنا هي جوهر ألف نون. إذا ما كان في شراكة ذات قيمة، اليوم نحن بتهيألي عم نعيد حالنا بنفس الطريقة. هاي الشراكة كتير مهمة، يعني عم تحكي عن نقطة كتير مهمة أستاذ بديع، لما يكون في شراكة لبناء وطن ودعم المواهب السورية في ظل ظروف الحرب. يعني نحن دائما بنسلط الضوء على جميع النشاطات والفعاليات اللي بتقوم فيها الصالة، في دعم للشباب من جميع المحافظات، شباب جداد عم يلاقوا صعوبة ضمن ظروف الحرب، فلما انت تقدم لهم هي الفرصة هذا بيعمل يمكن بناء جيل جديد عنده ثقافة وفكر وفن، لانه رسالة الفن اليوم انت عم تحارب يمكن الحرب والارهاب من خلال الفن، والفن بيوصل لكل الشعوب، يعني يمكن بيوحدها فينا نقول. لا خصوصا نحن بظرفنا الراهن اليوم نحن بحاجة لقدوة أحيانا على كل الأصعدة، الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد الفن، كل الأصعدة بحاجة لقدوة فعلا نثق فيها اليوم. إنه هي فعلا بتقدم المادة النوعية هي من أجل لا شيء، مثل واحد إنه بحبه لأجل الحب، هو ما إنه مستني من الآخر أي ردة فعل أخرى. لأنه هذه القيم اليوم وقت اللي بتعيشيها أنت بمفاصلها كاملة بتنشري هذه الطاقة المطلوبة الكونية لحتى تقدر بلادنا ترجع تتعافى وإنساننا السوري يرجع يتعافى من جديد. هذا هو فعلا فينا نختصر إنه الشراكة هي المدرج الحقيقي اللي إحنا كلاتنا بنطلع عليه. نعم، موفقين وشكرا لوجودكم معنا. يعني مو غريب عليك استاذ بديع، انت ضيف دائم شبه دائم ببرنامجنا الصباحي، واحتضانك لكل الفعاليات ذات الرساله الهادفه، واكيد موفقين كمان بكل النشاطات والفعاليات القادمه والتوعويه. بتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، واكيد نتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم وفعالياتكم، وسعيدين بوجودكم معنا. شكرا، انتم احلى شركاء. شكرا كثير لكم.